تأملنا في هذه الليلة المباركة هي قول ربنا يسوع المسيح: اسألوا تعطوا، اطلبوا تجدوا، اقرعوا يفتح لكم. يعني ربنا عايزنا ان احنا نكتب عشان ناخد. ولذلك قال لتلاميذه القديسين في يوحنا 16:24: للآن لم تطلبوا، اطلبوا تأخذوا ليكون فرحكم كاملا. يعني دعوة للصلاة قول انك تطلب من ربنا. ربنا ممكن يعطيك دون ان تطلب، لكن لما انت تطلب وتاخد بتفرح من جهة، ويزداد ايمانك من جهة، وتشعر بفائدة الصلاة من جهة اخرى، ويزداد ايمانك بقيمة الصلاة وفائدتها. لكن المهم ان جايز واحد يقول: كم مرة طلبت ولم اخذ؟ طبعا اطلبوا تجدوا مفروض نحط جنبها ايات تانية: نحن لا نسير مطلقا بطريقة الاية الواحدة. لما نحب ندرس موضوع نجمع كل آياته علشان تكون الحقيقة أمامنا كاملة. إلى جوار اطلبوا تجدوا نحط الآية اللي بتقول: اطلبوا أولا ملكوت الله وبره وكل هذه تزدادون. ونحط جنبها أيضا آية في يعقوب 4:3 بيقول: تطلبون ولستم تأخذون، لأنكم تطلبون رديا لكي تنفقوا في لذاتكم أو تنفقوا في لذاتكم. فالإنسان اللي يطلب طلبات لا تتفق مع مشيئة الله، أو طلبات مادية من أجل اللذة العالمية، من الجائز جدا أن هو لا يستجاب إطلاقا. نتذكر كيف أن سليمان الحكيم لما ربنا قال له يطلب، طلب الحكمة لكي يستطيع أن يدبر أمور الناس حسنا. جايز واحد بيطلب طلب يعني ربنا العالم بالخفايا مش موافق عليه، أو هو مش من صالحه، الطلب مش من صالحه. ربما بنت عجبها ولد وتطلب انه يخطبها او ان ربنا يسهل لها الموضوع ده، ويكون ربنا عارف انها هتتعب معاه وانها مش دارسه الموضوع كويس، فلا تستجاب الطلبه لان ربنا عارف ان الطلبه ليست لخيرها. او واحد يطلب من اجل وظيفه معينه ويكون ربنا موجه يعني مدبر له وظيفة أحسن منها، فلا تستجاب طلبته لأن ربنا بيدبر له حاجة أفضل من كده. ولهذا أحب أن أقول قاعدة روحية، وهي: الله لا يعطيكم ما تطلبونه حرفيا، إنما يعطيكم ما هو خير لكم. يعني الطلب وصل لربنا، ربنا هيستجيبه ويعمل لك الخير ليك بغض النظر عن حرفية الطلبة اللي انت طلبتها. هو يعرف اكثر ويرى المستقبل. يعني على الرغم من كلمة
اسألوا تعطوا واطلبوا تجدوا. اجد قديس عظيم من اعظم قديسي الكنيسة او من اعظم الرسل في القرن الاول الميلادي، وهو بولس الرسول اللي قال: وانا تعبت اكثر من جميعهم، ولست انا بل نعمة الله المعطاة لي والعاملة معه. ده طلب تلبد من ربنا. بيقول: ولئلا ارتفع من فرط الاعلانات اعطيت شوكة في الجسد ملاك الشيطان ليلطمني لئلا ارتفع. الى الله تضرعت 3 مرات انه يفارقني، فقال لي: تكفيك نعمتي. يعني ده بيطلب الشفاء من المرض، من الضربة في الجسد، وجايز يقول ما الشفاء يتفق مع مشيئة الله. لكن ربنا واجد انه لما يرفض هذه الطلبة ويبقى بولس العظيم في مرضه، هذا افيد له روحيا، لألا من فرط الإعلانات والمعجزات والحاجات دي يرتفع قلبه من الداخل ويفقد روحياته. ولذلك ياما ناس يطلبوا ان ربنا يبعد عنهم المرض، وربنا يسمح بالمرض. احيانا بيسمح بمرض كفترة راحة إجبارية من شخص دايما يشتغل يشتغل يشتغل، وكثرة المجهود ممكن تتعبه، فيسمح له بشوية مرض يستريح فيهم كده 2 أسبوع 3 في الفراش. جايز ربنا يسمح بالمرض حتى واحد في مكان العناية المركزة يبتدي وهو رائد هناك يفكر عمل ايه ويرفع قلبه الى الله ان يغفر له ما عمله، فبيكون المرض من فائدته فترة لمحاسبة النفس، وفترة ينكشف للإنسان فيها اي خطأ عمله او اي نقص موجود فيه، وفترة للتوبة. جايز تكون فترة المرض فترة للصلاة، يعني اللي ما بيصليش أبدا بالذات في حالة المرض بيصلي، فأول ما يرفع قلبه إلى الله ربنا يقول له: بس أدينا التقينا، نفعك المرض فتح قلبك للصلاة. وجايز برضو ما يستجبش شوية ويقعد، فالتالي بعد الصلاة يندر ندر، ربنا يقول له: أدينا تقدمنا خطوتين، المرض فاده. مش كل مرض فيه ضرر، كتير من الأمراض بيكون لها فوائد. وعلى رأي قديس باسيليوس الكبير، قديس باسيليوس الكبير قال: لأنك لا تعرف ما هو الخير ليك، الصحة أم المرض. ده بولس الرسول ما كانش عارف الخير ليه برضه، الصحة أم المرض، فقال له: اشفيني. قال له: لا، خليك كده بس، كفاية عليك نعمتي. جايز فترة المرض توثق الصلة بينه وبين أشخاص ما كانوش من حبايبه قوي، ابتدوا يزوروه في مرضه، فبدأت تتكون علاقة طيبة، أو بعض خصوم ليه بدأوا يسألوا عنه، فابتدى يكون بينه وبينهم صلح. ولولا هذا المرض ما كان الصلح ولا كانت هذه المحبة. وأيضا في المرض بيكتشف يد الله معاه في هذا المرض. ربنا بيقول: اطلبوا تجدوا، ولكن في نفس الوقت
قال على فم يعقوب الرسول لأنكم تطلبون رضيا. ففي طلبات بتكون خاطئة لا يستجيبها الله، يعني مش أي طلب الواحد يطلبه بيكون صح. مثال لكده، قديسين، اتنين من القديسين من العظام جدا، القديس يوحنا الحبيب وأخوه يعقوب. مرة كانوا ماشيين مع المسيح، وبعدين كان وجهه متجه لأورشليم، فمدينة من السامرة رفضت إنها تفتح أبوابها ليه، يعني منعوه إن يخش المدينة. فتحمسوا الاثنين دول وطلبوا من المسيح طلب، قالوا له أتشاء يا رب إن تنزل نار من السماء فتحرق هذه المدينة كما فعل إيليا؟ فوبخهم وقال لهم لستما تعلمان من أي روح أنتما، لأن ابن الإنسان لم يأتي ليهلك الناس بل ليخلص. هدول اثنين رسل، ومن الاثني عشر ومن أعظم الرسل، ومع ذلك طلبوا طلبة خاطئة. وفي مرة برضه هما الاثنين طلبوا طلبة بلسانهم أو بلسان أمهم ان يجلس واحد عن يمينه وواحد على شماله في ملكوته، فقال لهم لا. قال لهم هذا الامر لمن، يعني للي هياخده يعني، لكن انتم تقدروا تشربوا الكأس اللي انا اشربها وتصطبغوا بالصبغة اللي انا اصطبغ بيها. قالوا له اي. قال لهم برضو هخليكم تشربوا من نفس الكأس ومن نفس الصبغة، لكن هذا الأمر للذي أعطي له. ما قال لهمش انتوا لا، لكن يعني منعهم عن التفكير في هذا الأمر لأنه أمر خاطئ. في مرة من المرات نبي عظيم من الأنبياء اللي له سفر في الكتاب اللي هو يونان النبي، بعد ما ربنا أشفق على أهل نينوى، يقول الكتاب إن يونان اغتم غما شديدا واغتاظ، وقال لربنا خذ يا رب نفسي لأن موتي خير من حياتي. ده كويس إن ربنا ما خدش نفسه، هو في الحالة دي كان ضاع يونان، لأنه ساعتها كان بيفكر في كرامته أكتر من خلاص مدينة بحالها. أهي طلبة لكن الله لم يستجبها. وياما في ناس في ساعة يأس في ساعة تعب يقول خلاص يا رب خذ نفسي، وربنا يعني ما بيستجبش الطلبة دي لأنها في حالة انفعال وكلام ملهوش لازم. عندنا مثلا داود النبي. داود النبي ابنه اللي أنجبه من خطيته مع بالشبع مرض وهيموت، فصام وصلى ويعني وتذلل أمام الله لكي يشفي هذا الطفل ما يموتش. ربنا ما استجبلوش والطفل مات. ده لو الطفل ده بقى كان عاش كان عمل لنا مشكلة، ما فيش شك كان عمل لنا مشكلة، لأن كان هيبقى أكبر من سليمان الحكيم، هما الاثنين من ولاد بالشبع، بس ده ابن خطية وده ابن في حالة زوجية، فلم يستجب له لأنه بيطلب طلبة خاطئة. برضو إبراهيم أب الآباء، وده راجل عظيم، ده أبو الآباء والأنبياء. في نوبة لما شعر بأن طلبته في الناس تباطأ الله فيها وما جاتش، قال له خلاص يا رب اللي يعش إسماعيل قدامه، ولم يستجب الله لهذه الطلبة، وقال له أنا هخليه أمة كبيرة كله لكن بإسحاق
يدعى لك ناس. يعني ياما ناس بيطلبوا طلبات وتكون الطلبات ليست حسب مشيئة الله، أو تكون طلبات فيها خطأ فربنا ما بيستجبهاش. ده في ناس ساعات من غزهم من آخرين يصلوا ويطلب ان ربنا يخرب بيتهم، ربنا يخرب بيتهم. صلاة خاطئة لأنها فيها حقد وخالية من المحبة وفيها انتقام إلى آخر. أو واحد يجي يطلب إن ربنا يوفقه في زيجة تعتبرها الكنيسة زيجة غير شرعية، يعني عايز يتجوز أخت مراته المتوفاة وده ما بتسمحش بيه، ويصلي ويطلب إن ربنا يحنن عليه قلوب رجال الكهنوت ويجوزوه، وبس ولو غلط بس تمر. بلاق كان طلب من بلعام طلبة انه يلعن الشعب، وبنى 7 مذابح وقدم عليها 7 مذابح وبنى عليها ذبائح، وبرضو ما وافقوش على كده لان الطلبة خاطئة. هو واحد عنده كتاب دلال المزامير اللي بيستخدموه في السحر ده، او دلال الدلال، يقول اذا حبيت تنتقم من عدوك ويجراله تجيب طبق ومش عارف فيه زيت ولا مية وتقرأ عليه المزامير الفلانية، وان شاء الله يصير خرابه باذن الله. باذن الله ازاي؟ ناس طبعا الكلام مش مظبوط. فاي طلبة من هذا النوع ربنا ما يوفقش عليه. فما تفتكروش ان اطلبوا تجدوا يعني كارت بلانش بحيث ان اي طلبة تطلبها هتجدها، لا طبعا، حاجة بعقل وبحكمة وتكون توافق مشيئة الله وتكون لخيرك، وما تكونش طلبات من طلبات الحاجات العالمية وما تكونش خطية. ومثلا واحد يطلب انه ربنا يمشيه في الطريق الواسع بحيث كل حاجة ماشية مستجابة، ثم الفين ادخله من الباب الضيق لو مش ده. زي واحد يكون تعبان مش عارف يوصل، عايز ربنا يبعت له ينزل له سحابة من السماء تاخده زي ما خدت في لبس المبشر ونقلته الأجدود، ولا مركبة نارية زي أخذت إلي. عايز يعيش في الوسع. ربنا ما يوفقش على الطلبات دي. كذلك كل الطلبات التي هي ضد الصليب الذي يحمله الإنسان، ما نقدرش نقول إن ربنا لازم يمشينا في الراحة باستمرار دون أن نحمل صليبا أو نتذمر على الصليب. أو واحد يطلب إنه يعيش بالمعجزات، إن مرض معجزة تشفيه، إن كان في عقد معجزة تجيب له عيال، أو يخش في حكاية إيمان بدون أعمال. يعني التلميذ يطلب إنه ينجح من غير ما يذاكر، أبو ده لازم يستجاب؟ يبقى كل التلامذة ما يذاكروش وينجحوا؟ ده جايز ما يذاكرش ويطلب تفوق كمان، يعني طموحاته عالية. فلذلك أنا شخصيا لما بيجيني تلميذ يقول لي صلي لي عشان أنجح، أقول له بس تذاكر، أنا أصلي لك لكن أنت إيه تذاكر، مش ما تذاكرش وتسقط وتقول صلاة فلان لا بتستجاب عن ربنا، أنت تذاكر. ففي ناس بيحبوا ياخدوا
ويقول لك ليه مش النجاح من مشيئة الله؟ أهي صلاتي تتفق مع مشيئة الله أن ننجح. نقول له مشيئة الله إنك أنت ما تاخدش شيء لا تستحقه، وإنك أنت يعطيك حسب أعمالك، وإنك أنت لازم تذاكر. أو مريض يطلب برضو أن يعيش بالمعجزات، إن لازم ربنا يشفيه من غير ما يروح عند الدكاترة ولا ياخد علاج. يقول لا، ما الكتاب بيقول اسألوا تعطى واطلبوا تجدوا. قال لك اسألوا تعطى واطلبوا تجدوا، وقال أيضا لا يحتاج الأصحاء إلى طبيب بل المرضى، يعني المرضى يحتاجوا لطبيب. مشكلة الناس كتير إنهم يمشوا بالآية الواحدة ويسيبوا بقية الآيات، عشان كده بيغلطوا في الطريق. أنت صحيح تطلب التوفيق في عملك، كويس، لطلبة كويسة وحسب مشيئة الله، لكن جنبها يكون عندك أمانة في عملك، فربنا يمنحك النجاح في عملك، التوفيق في عملك، وانت من جهتك يكون عندك الأمانة في العمل. فما ناخدش الحكاية كده. فربنا يسوع المسيح حتى قال إن كثيرون يقولون لي يا رب يا رب، لكن ليس كل من يقول لي يا رب يا رب يدخل ملكوت، بل الذي يفعل مشيئة أبي. فأطلب وقول يا رب، لكن في نفس الوقت تفعل مشيئة الله. جايز تطلب ولا تستجاب لأنك لست في حالة صلح مع الله. يعني واحد ماشي في الخطية ويجي وقت الزنقة يطلب، لو ربنا شعر ان استجابة طلبته تصلحه ممكن يستجيب، لكن اذا شعر انها يعني على رأي الشعر اللي بيقول صلى وصام لأجل أمر كان يطلبه، فلما انقضى الأمر لا صلى ولا صام، فيبقى ربنا ده بس بتاع الحالات الحرجة، إله الظروف الحرجة يعني، وغير كده مفيش. فنقول له طيب ربنا مستعد ينفذ معاك الآية بتاع اطلبه تجده، لكن كمان انت تنفذ الآية اللي بيقول فيها ربنا ارجعوا إلي أرجع إليكم، فدي تبقى كده. وساعات الطلب يكون خطية، زي في حياة الأنبا أنطونيوس، قيل إن امرأة راحت له وقالت له أنت راجل قديس وطيب، أنا أريد إن الله يرزقني منك بنسل صالح. إزاي بس يرزقها بنسل صالح من هذا الراهب وأثناء ما بتفقده صلاحه وما بقاش صالح؟ لكن يعني أهي اصطلح مع الله، وما تطلبش دون أن تعمل. زي واحد يقول أنا أريد أن أتمثل بما ذكره الرب عن العصافير التي لا تزرع ولا تحصد والله يقيتها، فهو لا يزرع ولا يحصد، وعايز ربنا يبعث له المن من السماء والسلوى أيضا ويلاقي آية. ومشكلة الناس أنهم يلاقوا آية من غير ما يدوروا على بقية الآيات. انت تطلب وتقول لربنا يا رب انا معرفتي محدودة وادراكي للخير النافع ليا محدود،
وانت مخبأ في كل كنوز العلم والمعرفة، وتعرف ما لا اعرفه، وتعرف الخير لي، فنفذ بشئتك معايا في الخير الذي تريده انت لي. وبالشكل ده تصل الى حياة التسليم وتقول له يا رب انا بطلب الطلب وحط جنبه لتكن مشيئتك، ان استجبت ابقى مبسوط، وان لم تستجب ابقى مبسوط شاعر ومتأكد ومؤمن بان المسألة دي ما تناسبنيش. كمان لما تطلب لا تفرض على الله وقتا معينا محددا يستجيب فيه، اديله فرصة، اديله مدى زمن يستجيب، مش لازم دلوقتي وإلا هزعل. الله، هزعل ايه؟ انت عم تطلب الطلب وتحدد الزمان والمكان والكيفية، وربنا يبقى مجرد جهاز تنفيذي لرغباتك، صح كانت ولا غلط؟ محدش يقول الكلام ده. انا عايزكم تفهموا اطلبوا وتجدوا بمعنى عميق يتفق مع التدبير الالهي. جايز انت تقول ما هو بيقول اسألوا وتعطوا وانا سألت ربنا ولم يعطني. جايز ربنا يقول لك اسألوا تعطوا، الآية دي حط جنبها الآية اللي بتقول من يسمع صراخ المسكين ولا يستجيب يصرخ هو أيضا ولا يستجاب، والآية بتاعت بالكيل الذي به تكيلون يكال لكم ويزاد. انت عايز تطلب وربنا يعطيك، اعطي غيرك، لكن ترفض تعطي غيرك يقول لك بالكيل الذي به تكيلون يعطى ويزاد. تصرخ لربنا يقول لك فاكر لما انت طلبوا منك وقسيت قلبك ورفضت وقعدت تحقق وتقول مين مستحق ومين غير مستحق؟ طب انت غير مستحق، هعاملك بنفس المعامله. ايه رايكم في الكلام ده؟ لازم برضو وانت بتطلب تصطلح مع الله، وانت بتطلب تكون ايضا بتعطي غيرك زي ما طالب ان ربنا يعطيك، وانت بتطلب تخلي طلبتك روحية في الاول، وانت بتطلب ما تكونش في خصومة مع الله، وانت بتطلب تطلب الخير ليك وانت مش عارف فين الخير. تمام. برضو زي ما قلنا من وانت بتطلب اطلبه اولا ملكوت الله وبره. وانت بتطلب اطلب باتضاع وبانسحاب وقول له يا رب انا بطلب وانا شاعر اني غير مستحق، انا بطلب ان انا شاعر غير مستحق. لكن في واحد بيطلب بكبرياء يقول لي يا رب اعطيني كذا، وان ما اعطانيش لا انا داخل له كنيسه ولا انا صايم له صيام ولا انا مصلي له صلاه ولا انا معترف، وهو حر بقى يشوف ايه اللي يجراله. طب دي الطريقه تطلب بيها دي؟ اللي يطلب يطلب بقلبه متكبر ومتجبر، ده لازم يطلب بقلب منسحب. ايضا في حكاية اطلبه تجده، لازم نشعر ان احيانا يسمح الله بفترات من التخلي لكي يأخذ الانسان درسا. زي مثلا ربنا بيقول اطلبه تجده، تيجي في سفر النشيد تلاقي طلبته فما وجدته، دعوته فما اجابه. ليه؟ لان كان في لخبطه قبل كده،
لو الواحد يلخبط وربنا يدي على طول، لما يتعود على اللخبط زي الابن اللي دايما يطلب من ابوه او امه لازم يدوه، لخبط يدوه، ما لخبطش يدوه، نجح يدوه، سقط يدوه، خالف كلامهم يدوه، سمع كلامهم يدوه. الله، لما يطلع واد مدلل مش متربي. فساعات ربنا برضو في بعض اوقات مع كلمة تطلبه تجد، يقول لا دلوقتي طلبته فما وجدته، علشان الواحد ياخد درس، ما يقولش غسلت ثوبي فكيف ألبسه، غسلت رجلي فكيف أوسخهما، ده شغل دلع، ربنا مش بتاع دلع. هو صحيح بيدلل أولاده لكن في حدود الحكمة، أحسن يتعلموا إنهم يبقوا متواكلين. يعني ربنا جايز يتباطأ عليك في الإجابة لكي تأخذ مزيدا من الصلاة، من اللجاجة، من السعي، من تنقية نفسك، من تصليح أمورك، كمان من جهة الوقت أطلب وأشعر إن طلبك موجود في ذاكرة الله، لم ينسه، هيجيبك إليه، لكن ربنا بيختار الوقت المناسب والطريقة المناسبة لكده. كمان أحيانا لا نطلب من الله إلا أخيرا، يعني نجرب كل الطرق البشرية وكل الطرق الخاطئة، ونجرب ذكائنا، ونجرب الناس، ونجرب الحيلة، ونجرب الخداع، ونجرب النصر، ونجرب كذا كذا كذا، وأخيرا نقول له طب يا رب نطلب منك. تطلب مني بعد ما لفيت اللفة الغلط دي كلها؟ طب استنى شوي. فبرضو يا ريتنا في طلبنا من ربنا مش بعد ما نفشل في اساليبنا، ولو انه برضو بعد ما نفشل جايز يستجيب لينا علشان ما نفشلش مره تانية. وكلمه من سالك فاعطه، زي ما تطبقها على علاقتك بربنا تطبقها على علاقتك انت بالآخرين أيضا. وربنا قال من سألك فاعطه، ومن أراد أن يقترض منك فلا ترد. أعتقد نكتفي كده، اتفضل.